بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. دروس من الحج المبرور. الدرس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس الحج المبرور. ضيفنا في هذا الدرس هو فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح مع الإخوة والأخوات في إذاعة القرآن الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة في إذاعة القرآن. فضيلة الشيخ صالح، في الآية الكريمة وفي هذا الدرس نود أن تلقى الضوء على الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. في ضوء هذه الآية ماذا نستفيد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، أي الإحرام بالحج يكون في أشهر معلومات، وهي شهر شوال، شهر ذي القعدة، وعشرة أيام من ذي الحجة. فمن أحرم في أي وقت من هذه الأشهر انعقد إحرامه للحج، وأما من أحرم قبلها فلا ينعقد إحرامه، ومن عقد بعدها بعد الليلة العاشرة من ذي الحجة، يعني قبل طلوع الفجر، طلع الفجر وهو لم يحرم فأحرم بعد ذلك، إنه لا ينعقد إحرامه لفوات أشهر الحج. قال: فمن فرض فيهن الحج. فرض يعني أحرم، لأن الإنسان إذا أحرم وجب عليه أن يكمل المناسك التي أحرم بها، قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فمن أحرم لزمه أن يمضي في إحرامه حتى يكمله بأداء مناسكه. وقال: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي المحرم يتجنب هذه الأشياء، وهي الرفث وهو الجماع ودواعيه، ولا فسوق وهو المعاصي، سائر المعاصي، لأنه في عبادة فلا يدخل عليها شيئا من المعاصي، ولا جدال في الحج. وسميت المعاصي فسوقا لأن الفسوق معناه الخروج، فهي خروج عن طاعة الله عز وجل. ولا جدال في الحج، المراد الجدال الخصومات والممارات بين الناس فيما لا طائل تحته، لأن الجدال يثير الأحقاد ويثير الحساسية والحزازة في الأنفس، فالمحرم لا يليق به ذلك، يتجنب الجدال في الحج فيما لا طائل تحته أو في ما هو من أمور الدنيا. أما الجدال لبيان الحق ودحض الباطل فهذا جدال مطلوب في الحج وفي غيره، قوله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن، قوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ولا يؤثر ذلك على إحرامه، بل هذا فيه أجر وفيه فضل عظيم، لأنه بيان للحق أو دفاع عن الحق. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، الحاج وهو يتجه إلى الأماكن المقدسة، ما الواجب في حقه مأجورين؟ الواجب في حقه أن يترك ما لا فائدة فيه
لأنه متوجه إلى أمكنة ومشاعر معظمة، وأيضا متوجه إلى عبادة عظيمة وهي الحج، فيستقبلها بالطاعة والخير، ويتجنب ما يضيع عليه وقته أو يؤثمه من حين يمشي من أهله، فإنه متوجه إلى عبادة وإلى أماكن فاضلة، فيستشعر طاعة الله سبحانه وتعالى ويلازمها في أثناء سفره، ويتجنب ما يؤثمه أو ما يشغله عما هو متوجه إليه. فالمسافر للحج مسافر لأداء عبادة متوجه إلى طاعة، فيحسن في طريقه ويتجنب ما لا يليق من الأقوال والأفعال، ويكون ذا صحبة طيبة مع إخوانه الحجاج، فإن هذا من آداب الحج، فلا يدخل في أمور تتنافى أو لا تليق بما هو متوجه إليه. هذه هي الآداب التي يتحلى بها من سافر للحج، يكون سفره سفر طاعة، سفر عبادة، ويحسن إلى رفقائه وإلى من يلتقي به من المسلمين، لأن هذا من مكملات الحج ومن استقبالات الحج التي هو متوجه إليه. نعم. شكر الله لكم يا شيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية. في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت عبد الله المواش الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.